بخصوص الفنانة دينا حايك اللي قررت انه مريم فارس ما كان لازم تعمل فوازير. بخصوص نيلي مقدسي اللي بدها حدا يكسر لها راسها، تكرم عينك يا مدام، كل طلب مثل هالطلب. يا راسي يا راسي. بخصوص الفنان عامر زيان اللي بيشوف انه المخرج فادي حداد فاشل جدا. بخصوص نجوميتك استاذ سامر تامر عامر عامر، ما تكون تامر ومش عارفين. دينا عزار انت عن جد حلوة كتير، قد ما لو كبتي بتضلك افضل من هيلدا. بخصوص هالشي بخصوص الممثلة القديرة رولا حمادي اللي ما بتفوت ولا مناسبة الا وبتنصح فيها نادين نجيم انه لازم تكون متواضعة. يا مدام رولا، العاصفة هبت عند نادين وبعدها هبة. بخصوص جرأة الإعلامية هيام أبو شديد اللي اعترفت إنه هي وصغيرة تحرشوا فيها جنسياً، إيه هيك بيكون الإعلام حقيقي وبلا تجميل. جوجو مين بيريدو؟ بخصوص عشبة زين لتفعيل البي بي أم. بخصوص هالشي مع رجا ورودولف بتوقيت جديد كل خميس ابتداء من 6 المساء على صوت الغد.